مساء الورد حبايب قلبي، دلوقتي هنزل لكم طريقه مدشبوس اللحم بطريقه سهله وبسيطه. انا قبل كده عملت مدشبوس اللحم معاكم، بس دلوقتي هنزل لكم طريقه تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هعمل معاكم دلوقتي مدشبوس اللحم السريع بطريقه سهله جدا وبسيطه. المقادير عندي زي ما انتم شايفين، اللحم بتاعنا طبعا مغسول ونظيف ومتصفي، لحم عربي، وعندي هنا البهارات اللي هستعملها. عندي بصل وطماط ودارتين وملح وجبشة كركم وبزار وشوية كزبرة يابسة وهيل وقرنفل ومعلقة لومي ومعلقة بهارات البهارات التانية وينسون وشمر وشوية دارتين، وهنا عليها شوية قرنفل مطحون وشوية هيل مطحونين. تمام كده، دي المقادير اللي احنا هنستعملها لمدشبوس اللحم السريع اللي هنعمله النهارده مع بعض. دلوقتي زي ما انتم شايفين حاطين عندنا البيض بتاعنا سخن كويس جدا، وعندي بهاراتي الجميله دي كلها، وعندي اللحم بتاعي. هاخد بس شويه من الجزار، اول حاجه الجزار هحطه هنا على اللحم واتبل كل اللحم كويس. هننزل باللحم ده هنا على الفين، ويبقى بقى عندي كده بهاراتي. هنزل بالبصل، بصل الأول، هنخلي اللحم يطحن شوية مع البصل، اللحم مع البصل كده، وهنسيبهم يتحمروا زي ما انتم شايفين. كل شوية اقلب فيهم على نار عالية طبعا لين تتحمر كويس جدا. دلوقتي شايفين كل البهارات دي، هننزل بيها مع الطماطم. الجبيل فريش على بشوه كده، وفصين شايفين، ونخليها برضو تتحمر اكتر. لسه ناخد توم تاني بشوه، شايفين شكلها كده. هنا بقى الله على الريحه، هنا بقى نحط الايه، نحط الماي بتاعنا بس دقيقه يطلع ريحه الجنزبيل مع الثوم. شايفين الطماطم اتهرت ازاي جميله. يلا كده بقى نحط الايه، الماي بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنكملها ميه للاخر كده. حطينا ماي كمان اهو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله على شكله واللون بتاع الماي بتاعه بقى عامل كده، عشان يبقى ده اللون الصح المدشبوس لازم يكون اللون كده عشان يطلع العيش لونه بني وحلو. تمام، بقى ضروري التحميره الاولى دي للحم مع البهار مع البصل عشان يطلع لك اللون ده. دلوقتي احنا هنغطيها ونخليه بقى لما اللحم يستوي وهنشوف هنعمل ايه. ودلوقتي انا هعمل الدقوس. هنا حطيت الطماطم المفيوحة مع شوية معجون ومعلقة روب، وضربتهم بالخلاط، وعندي الجدر بتاع الفاضي، وعندي هنا اللحم قاعد يفوح، وحطه معاه ثوم، بس المرة دي ما حطيتش راس الثوم كاملة، حطيتها كده. هبدأ اخد الثوم بتاعي، هبدأ اخد الثوم بتاعي واحطه هنا
واستعين على القرنفل ولا رجع الهيل زي ما انتوا شايفين ونسيبه يكمل السوى بتاعه الجميل ما شاء الله زي ما انتوا شايفين يبقى احلى مدشوس لحم تاكلوه النهارده من ايدي بالطريقه ديت السهله السريعه. هنسيبه يكمل وهنا على النار الثانيه انا حطيت الثوم وهنزل عليه بشفشق الطماطم كده حطيت عليه الطماطم الثوم هسيبه بقى الثوم يتهري فيه اكتر وهاخد من هنا من رقة اللحم شربة باخد شوية دفشتين كده تمام وهسيبها بقى تغلي 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 ليه تستوي حلو والثوم يتهري فيها وحط لها قرن فلفل اخضر ونسيبها وكده انا خلاص الطقوس بتاعي ما شاء الله جميل انا شايفين قوامه ما شاء الله الطقوس الكويتي جميل من ايدي انا يلا وابدا دلوقتي اعمل الحشو دلوقتي هبدا اعمل الحشو الحشو عندي هحتاج له بصله كبيره كده متقطعه او بصلتين وكشمش وعندي هنا الزعفران بتاعي منقوع ومعلقه لومي ومعلقه هي المطحون ورشه ملح بس كده دي حشوتي هاخد البصل طبعا هنحتاج شويه دهن معلقه سمنه او زيت خلي ده عشان كل شويه نقلب الزعفران يوم راحت هنا في المشكله هناخد البصله بتاعتنا ونحطها على طاسه بدون اي دهن زي ما احنا عملناها قبل كده مع بعض كذا مره وهنسيبه لين يدبل وهنسيبه لغاية ما يدبل لغاية ما تدبل تماما كده هنبدأ دلوقتي ناخد كاسة الكشمش بتاعتنا ونقلبها معاها لين تنضج برضو عندي القرنفل وعندي الهيل المطحون سوري اللومي والهيل المطحون هنزل بيه كلهم اللومي بيطعم الحشو قوي خليه جميل جدا هنا هنزل بشوية الدهن صغيرين ونقلب بقى الحشوة بتاعتنا الجميلة الدهن بنحطه آخر حاجة ونفضل نقلب لغاية ما ينضج ودايما الحشو تعملوه بحاجه واسعه كده ما تكونش حاجه ضيقه هنا ناخد هنا شويه من الشوربه من المرقه بتاعت اللحم واحده كده واحده كده او اتنين صغيرين وتقلب احنا كده حشوتنا خلاص تبقى كده تمام تمام خلاص خلصت بس باقي ان احنا نحط عليها الماي الزعفران ده شوية نحوص ناخد شوية
الله على الريحة. الله الله، هو ده الحشو صح. شايفين انا مكتره المره دي اللومي عشان انا عايزه لومي زياده المره دي. كده انا حشوتي خلاص جاهزه ودقتي جاهزه. هعمل دلوقتي كمان ثلاث كوب. دلوقتي عندي هنا الخيار بشره عادي، ونحط عليه شويه نعناع يابس او لو فريش تقطعيه فوق خالص ناعم كده، وقلبيه كويس بس، وتحطي علبه سهله مش محتاجه اي حاجه. طبعا مش هنحط لها ملح، انا بكتفي بملح الروح. عايزه تضيفي ملح زايد ضيفي، بس انا من النوع اللي بكتفي بالملح بتاع الروح بتاعها. وكده انا خالص معايا احلى، ما خدتش منك دقيقه، بس بتفرق معاكي على طبله الطعام جدا. تمام كده، وكده خلصت معانا سلطه الروب الجميله اللي انتم شايفينها، خيار مبشور وعليه شويه نعناع وعلبه الروب فقط لا غير مش اكتر، ونحطها بالثلاجه عشان تبقى بارده جدا لغايه ما نيجي نقدم الاكل. وهنا كده خلصنا اللحم بتاعنا ندك، خلاص باين لحمنا هنا خلاص كان شايفين ما شاء الله ندك كويس جدا. هبدا اشيله واحطه هنا عشان اديله تحميره بسيطه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ما تفضلش رايح جاي، خليك ثابت فوق معايا كده. خلاص خلصنا تمام. وعندي هنا هبدا احط على برده اللحم شوربه، هبدا احط العيش بتاعي، هبدا احط على العيش بتاعي. عارفه ان مقدار اللي عندك هنا الرز العيش بتاعك حاسه ان المرقه بتاعت اللحم كتيره الميه، شيلي الميه من شويه منها، خففي منها، بس انا المقدار عندي انا ظبطاه بايدي. تمام، هنخليه لين يفوح بعدين نشوف هنعمل ايه. في هنا العيش خلاص خالص، هاخد الزعفران بتاعي شويه واحطه عليه. هسكر الجدر واخليه دقيقتين واحطه كده. احنا خلاص خلصنا وجاهزين، هنبدا نحط الغدا بتاعنا بالطريقه الجميله بتاعتي. هحط هنا العيش واحط هنا الدقوس. عندي هنا هبدا احط العيش زي ما انتم شايفين ما شاء الله، شايفينه شايفين الجمال. هحطه هنا بالسخان بتاعي، شايفين لونه لما حطينا الزعفران عليه ما شاء الله، جميل 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 ومش معجن زي ما انتم شايفينه. نقدر ان احنا نحطه ونغرفه عادي بكل سهوله. ودلوقتي هحط عليه الحشو هنا على جنب طبعا. انا خلاص خلصة، دي طريقة غرف اللي بحبها في ده كده مشبوسي. بسكر عليه واحطه ليه وقت الغداء مرة. وعندي هنا هحط فيها الكوسي، بسم الله قصي خالص وجميل بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين. بسكرها
كده غداي خلص، ويا رب يكون عجبتكم طريقتي في حطة الغد، وان شاء الله ما تنسونيش سبسكرايب ولايك وشير، وهطلع معاكم بره على السفرة لازم اوريكم تقديمي الاخير. خلصت حلقتنا مع احلى مدحوس لحم بطريقة مختلفة عن اللي عملتها المرة اللي طافت. افتح بودي، وانا بحب اقدم المنتجات دي بصراحة. والدقوس وسلطة الزيتون اللي عملناها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. والسلام عليكم.